في أسئلة كثير بتجينا عن موضوع شمع الإذن، وهل إنه يا دكتور إحنا متعودين إنه ننظفه؟ هو فعلياً ما هو وسخ، هو عرف عن شمع الإذن إنه وسخ، عشان كده من وإحنا صغار صراحة، حتى إحنا وإحنا صغار كنا لازم بعد الاستحمام لازم ننظف الإذن عشان المنظر، مع إنه في الحقيقة الشمع هذا داخل الإذن مفيد جداً، يحتوي على بكتيريا نافعة ممتازة جداً تساعد في تقليل الالتهابات في الإذن الخارجية. يحتوي برضو على مادة تخلي القناة الخارجية حمضية، يعني أقل قاعدية، فما تسبب نمو الفطريات. الناس اللي بينظفوا إذنهم باستمرار، هذول اللي بيجون في العيادة ويعانوا من مشاكل في أشياء كثير جدا، منها الجفاف، الحكة المستمرة، التهابات الفطرية، عوضا عن فقدان السمع أو دفع الشمع إلى الداخل والسداد الإذن، فيبدأ يشتكي من فقدان في السمع وما يقدر يسمع بصورة كويسة، ويضطر يجينا العيادة عشان ينظف له هي. الأفضل لا. هذه صورة تبين الإذن الخارجية بالكامل. طيب إلينا الطبلة. القسم الإذن الخارجية تنقسم إلى ثلث خارجي يتكون من زي الجلد بالضبط، نفس محتوى الجلد، بالشعار، بالخلايا العرقية، بالخلايا اللي تفرز الشمع من تحت. والجزء الداخلي، ثلثين الداخليين هذه بتكون عبارة عن جلد لاصق جدا بالعظمة اللي تحته، المنطقة الموجودة هذه، سواء فوق ولا تحت أو حوالين الطبلة وقريب من الطبلة. الشمع يفرز في المنطقة هذه، المنطقة الخارجية، فيطلع الشمع في المنطقة هذه. المشكلة الواحد لما يجي ينظف ويدف الشمع للداخل يسوي انسداد، فيجمع الشمع في الداخل. الشمع لو كانت كتلته كبيرة ودخل في المنطقة اللي هنا صعب جدا يخرج، نتيجة إلى تضخم في عظمة الفك مع الأكل، تكبر عندنا عظمة الفك والقناة الخارجية تتأثر وتصير ضيقة في المنطقة هذه، عشان كده يصعب تنظيفه. الفكرة الرئيسية اللي نبغى نقولها، جو العلماء وحطوا نقطة حبر على الطبلة، وبعد فترة لقوا نقطة الحبر هذه تتحرك إلى ما تخرج برا، فالإذن تنظف نفسها بنفسها، ما في داعي تتنظف أبدا من برا. في سؤال من أحد المتابعين بخصوص لون الشمع، إذا كان لونه غامق أو فاتح، هل لي أي دلائل طبية أو أي مشاكل ممكن الواحد يتنبأ منها؟ طبعا لون الشمع هو فاتح تقريبا في الأطفال، عشان كده الأطفال اللي يجيهم التهابات في الإذن الخارجية ويبدأ يفرز يحسب والله إنه هذا صديد طالع من الإذن الوسطى، ولونه زي يجي كيف أصفر فاتح زي الصديد، لكن فعليا هذا مو صديد، هذا بيكون بعض الأحيان شمع موجود في القناة الخارجية فقط. وكل ما كبر الواحد وتغير طبيعة غذائك تبدأ يتأثر اللون ويبدأ يصير غامق أكثر وأكثر وأكثر. كمية إفراز الشمع تختلف من شخص إلى آخر، كل ما كبر الواحد في العمر بعض الأحيان بيزيد إفراز الشمع، وكل ما كان الواحد عنده مشاكل في الفك بيقل نسبة خروج هذا الشمع إلى الخارج، فما يخرج على برا، فتلاقي الشمع يتكدس في الداخل ويحتاج زيارة إلى الطبيب. من وجهة نظري الشخصية صراحة، علاج تكدس الشمع الأسهل مراجعة الطبيب كل 6 شهور 8 شهور مرة، ولا أنك تخضع لعملية كبيرة تحتمل نسبة نجاح بسيطة جدا.